أولا أنت تو حكيت لي على الإخلالات، الإخلالات موجودة، الإخلالات موجودة منذ كون قلنا موجود إرهاب في تونس. في مثل هذا اليوم نهار 28 ماي 2012، نحن كاتحاد وطن نقابة قوات الأمن التونسي خرجنا بيان عدد 27 قلنا راهو فما إرهاب في تونس عامين التالي. العباد ضحكوا علينا، قالوا كانوا ناس يدربوا، ناس ينحيوا في الكوليسترول، وبان بالكشف اللي فما ناس قاعدة تخطط على مدى بعيد وعلى مدى متوسط الضرب مؤسسة الدولة، وعلى رأسهم المؤسسة الأمنية، على خاطر المؤسسة الأمنية هي اللي ضمنت الاستمرارية متاع تونس من 14 جانفي إلى هذا اليوم. ومشينا للمجلس التأسيسي نهار 10 ماي 2013، وعطيناهم المقترحات متاعنا في مجابهة أو مكافحة الإرهاب، أعطيناهم شنو هما الإشكاليات، أعطيناهم الطرح نتاعنا كل، وأعطيناهم الوضع كما هو. لقينا تجاوب سلبي مع الإرهاب، والتجاوب السلبي هذا هو اللي جرنا للي نحن فيه تو. رغم العمليات الاستباقية اللي عملناها، رغم العمليات الناجحة اللي عملناها عم ناول، كون ضربنا الإرهاب في المفاصل نتاعو، وضربنا الجناح العسكري والجناح الأمني نتاع الإرهاب، والنجاحات الكبيره اللي حققناها. لكن اذا اين الخلل؟ الخلل في الحكومات السابقه ما عطتناش الدعم اللوجستي اللازم، المجلس التاسيسي ما عطاناش الغطاء القانوني اللازم، تعاملوا مع الارهاب بسلبيه. والى حد الساعه هذه الكلام اللي باش نقوله هذا راهو حقيقه، منظمات حقوقيه تدافع على الارهاب، أعضاء مجلس تأسيسي يدافعوا، مش كله، بعض يدافعوا على الإرهابيين. إذا النتيجة اللي حصلنا لها نحن نوضح كيف يدافعون، يدافعوا. أنا أعطيك أنا مثال، فما عضو مجلس تأسيسي سألوه في مؤسسة إعلامية، قالوا له كيفاش معناها تشوف الإرهابيين؟ قال أنا نشوف الإرهابيين نشوفهم كما الناس اللي دافعوا على فلسطين، وهذا مسجل وموثق. دونك التعامل السلبي حالة شاذة، لما حالة لكن موجود. فما إعلامي يبيض في الإرهاب، فما إعلاميين يبيضوا في الإرهاب، والإعلام يزم يكون ما فماش حياد في الإرهاب. الإرهاب ما فيهوش خط فصل، يا مع الإرهاب يا ضد الإرهاب، ونحن نددنا ونحن فدينا من التنديد.